السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة وكما عودناكم خوتنا بلا ما نطولوا عليكم اللي خصه مسكن للبيع انا جبنا لكم لافير تبعونا. راها كاينه فيلا للبيع. هذه الفيلا يا خوتي راهي متواجدة بدائرة الداموني ولاية تيرت بالضبط لاكار. اي في الداموني يا خوتي الحي اسمه لاكار، لاكار وتير ديما كما كانت كما تعرفوا يا خوتي. هذه الفيلا شوفوا تتراوح على طابقين وفيها كراجات تحت فريتشوسي. نروحوا نشوفوا من الداخل على بركة الله. ندخلوا يا خوتي نلقاو الكراج كبير ما شاء الله كما راكم تشوفوا، فيه كل شيء، التهوية نقي شباب واسع، تقدر تدير لنا سوبيرات شركة مصغرة، تقدر تدير ستوك للسلعة، فيه تهوية فيه الضوء فيه الماء فيه كل شيء كاع. نروحوا نشوفوا الطابق الأول، ندخلوا نسيبوا كولوارس كبير كما نقولوا بهو اول. فيه هنايا هايونا لا شومبر الاولى يا خوتي، لا فينيسيون كامله ما خصها حتى حاجه ما شاء الله، بروبر نقيه شابه. رانا هنا في الطابق الاول نعرفكم على كامل الغرف اللي فيه، والله ما شاء الله كامله مكموله ما فيها حتى نقصان. هذا المطبخ هام لي سانيتير فاني بروبر ما شاء الله نقيين كاملين. نروح ونشوفوا الطابق الثاني ايضا اخوتي، مام تفصال كيف كيف، ولكن هنايا لا كولر وخدو اخرى، ديكور جديد، بنتورة جديدة ديفيرون ما شاء الله يا خالتي. هام الغرف هاو الاول البهو، هاي غرفة اخرى فو بلون فو كلشي كاين، الضو الماء الغاز. هذا المطبخ هنايا هاي كاينة غرفة اخرى هاينا. المهم اي واحد حاب يشري ويجي هنايا ولا يشوف هذا الفيلا ما غادي يجيب معاه والو، ما غادي يزيد يصرف والو، كل شيء هنايا راهي ايكيبي، راهي كما نقولوا مجهزه مقيومه، بنتوره لا دال دو سول فايونس فو بلون فو، الضوء الغاز الماء كل شيء راه كاين. نروحوا نشوفوا لا تيراس الفوق، كاينه ستيرنا تاع الماء يا خالتي. هنايا راكم تشوفوا لونتوراج وين جايه لوكاليزاسيون تاع هذا الفيلا. هذه الطريق اللي تدي مهديه بوشقيف، ومننا هاينا داموني لا فيل تاعها، معناتها جايه في بلاصه. الفيلا هذه جايه في بلاصه كالم بزاف، مليحه بروبر نقيه، حتى الفيلا نقيه بزاف. وهنايا راهم يبنوا قدامهم في سكنات البيا، ما عليكم الا تتصلوا بالارقام التاليه. شكرا.